برحب بحضراتكم مرة تانية ومكملين أخبارنا المحلية، حيث كشف مصدر في رابطة الأندية المصرية المحترفة معيار اختيار مواعيد بعض مباريات الدوري المصري الممتاز أو دوري نايل بعد شكوى إنبي من خوض مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية في تمام الرابعة عصرا. وقال مصدر من الرابطة إن اختيار مواعيد المباريات بيخضع لعدة معايير، منها إبعاد المباريات الجماهيرية عن بعضها لتحقيق أكثر استفادة للبث ووفقا للاتفاق مع الشركات الراعية والقنوات الناقلة للمسابقة. وأوضح المصدر إن الجولات المقبلة ستشهد خوض العديد من المباريات لفريق إنبي في تمام السابعة مساء وليس الرابعة عصرا، وذلك وفقا للجدول المعلن والذي تم وضعه للدور الأول من المسابقة بالكامل وليس نزولا على رغبة إنبي لأن المواعيد تحكمها ضوابط. وإلى نادي بيراميدز وتحديدا تطورات إصابة إبراهيم عادل نجم الفريق اللي تعرض لها في لقاء الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا. أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي إن إبراهيم عادل خضع لأشعة جديدة وفحوصات طبية أثبتت حاجته لعلاج تحفظي، بالإضافة إلى أنه تم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الكسر اللي تعرض له في كاحل القدم. وأوضح أيضا المنيري إن إبراهيم عادل سيخضع أسبوعيا لأشعة طبية جديدة للتأكد من عدم تحرك العظام من مكانها وأن الأمور بتسير بشكل طبيعي نحو التئام الكسر في الكاحل. وأشار دكتور مصطفى إلى أن اللاعب سيضع قدمه في الجبس مبدئيا لمدة 3 أسابيع، وبعدها ستكون هناك خطوات أخرى في إطار برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد نهاية المرحلة الأولى. ألف سلام على إبراهيم عادل، إن شاء الله يرجع سريعا. واحد طبعا من نجوم منتخبنا الأولمبي وأيضا قيمة كبيرة داخل صفوف فريق بيراميدز. نروح لنادي الإسماعيلي، حيث قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن صرف نسبة 75% من مكافأة الفوز على الاتحاد السكندري بالجولة الماضية من دوري نايل، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الأهلي في الجولة المقبلة. وبيرغب مجلس إدارة النادي في فرض أجواء التركيز والاستقرار على جنبات فريق الكرة لتحفيزه لمواصلة مشواره بالدوري الممتاز. طبعا فوز الإسماعيلي على الاتحاد كان هو الأول للفريق في الدوري في أجواء رائعة باستاد الإسماعيلية، والنتيجة طبعا انتهت 3-1 ورفع الحالة المعنوية بالتأكيد للاعبي الدراويش. وتريد إدارة الإسماعيلي استغلال هذه الحالة الإيجابية قبل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل.